زار صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة مقر مختبرات عمان تل للابتكار بمبنى الشركة العمانية للاتصالات بمدينة العرفان، واطلع سموه خلال زيارته على المبادرات والبرامج التي ترعاها وتحتضنها المختبرات والإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية منذ تأسيسها، وعلى الخدمات المقدمة من قبل المختبرات للشركات التقنية الناشئة من استثمارات وبيئات تجريبية تهدف إلى دعم هذه الفئة من الشركات بشكل خاص والمنظومة الريادية في السلطنة بشكل عام. كما شهدت الزيارة الاطلاع على الشركات التقنية الناشئة من مختلف البرامج، والتي بلغ عددها 8 شركات تندرج تحت مظلة مختبرات عمان تل للابتكار. وتأتي هذه الزيارة حرصا من صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم على مواصلة دعم الشركات التقنية الناشئة العمانية والاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجهها في رحلتها الريادية ودعم شركاء المنظومة الريادية في سلطنة عمان.